سجل مهرجان اللوز في نسخته الأولى إقبالا لافتا من قبل المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين خلال يومه الأول، والذي يقام في سوق حديقة الزهور في البداية. وخلال أقل من ساعتين من افتتاح المهرجان تم بيع أكثر من 90% من كميات اللوز المعروضة. وبهذه المناسبة عبر الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية عن سروره لتنظيم المهرجان الذي يعد الأول من نوعه في مملكة البحرين، وذلك من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تركز على مختلف شرائح الزوار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المهرجان حفز شريحة واسعة من المزارعين على زيادة إنتاجهم، علاوة على قيام بعضهم بإدخال أصناف جديدة من اللوز. من جهتها أكدت الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أن مثل هذه المهرجانات تعتبر فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والعمل على زيادة الإنتاج وتحقيق الأهداف الزراعية في مملكة البحرين، كما تعد منصة توعوية من خلالها يتم توعية الجمهور بالثمار البحرينية وكيفية رعايتها والاستفادة منها بالصورة الأمثل. الإقبال طيب ويفرح، ومعناها أن الناس حابة دائما أن هي تشتري المنتج البحريني، وحابة أن يكون عندها فعاليات تتجه لها عشان تشتري المنتج البحريني. وإن شاء الله هالنوع من الفعاليات بيكون متواصل طوال العام بقدر المستطاع لدعم المزارعين البحرينيين والمنتج البحريني بشكل عام. الدولة اعتنت بمنتج جدا خاص قديم له تراث عميق في البحرين نفسه، وسووا لنا هالفستيفال اللي الناس يتعرفون عليه، اللي ما عرفوه والثانيين يعرفون يحتفون بهالثمرة الطيبة اللي عندنا. يعني معروفة البحرين، معروفة باللوز، يغنون عليه يا لوز يا لوز. يعني كلها أحب اللوز، يعني ما أقدر أستغنى عنه. احنا يوم قالوا ولدي كوبي بطلون هنا مزارعين حق اللوز بتباروه، ما عبر اروح كنت بقعد في الجاري في الونش بس ويت محبتنا له. حرصت ان اكون من اوائل الحضور الى هذا المعرض، وتونسنا كثير لما سمعنا الخبر، وان شاء الله يتكرر دوم. انا بالنسبه لي اللوز لوز من تراثنا ونعشقه ونحس ذكريات طفولتنا، ولقيت الاهتمام بسم الله ما شاء الله يعني من المزارعين في اللوز، وهذا دليل على حرصهم الشديد على انهم يعطوا اللوز بشكل جيد للزبون. وانا بصراحه جربت كذا لوزه من كذا شخص، صراحه بسم الله ما شاء الله ممتاز للامانه.